الشهور والأعوام والساعات والأيام، وفاوت بينها في الفضل والإكرام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أحمده سبحانه، فهو العليم الخبير الذي يعلم أعمال العباد ويجري عليهم المقادير. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. في السماء ملكه، وفي الأرض عظمته، وفي البحر قدرته. خلق الخلق بعلمه، فقدر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً. خلقهم فأحصاهم عدداً، وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحداً. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام، ووقف بالمشاعر، وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، عباد الله، سنة الله في خلقه حياة ثم ممات، وحكمته في كونه قدوم وفوات. واقتضت فطرة الله على بني البشر النقص والهفوات والتقصير في آداء التكاليف والواجبات. ولهذا شرع سبحانه وتعالى مواسم تمسح الذنوب والآفات، وتغسل الزلات، وتزيل العثرات، مواسم تزيد في الحسنات، ويمحو الله بها الكثير من السيئات. ومن تلكم المواسم شهر رمضان المبارك الذي ينتظر قدومه المسلمون بكل لهف، ويتأمله المؤمنون بكل شغف. وما هي إلا أيام قلائل ويحل هذا الضيف بيننا، فمرحباً بشهر رمضان. فهكذا تطوى الليالي والأيام، وتتقلص الأعداد والأرقام، وتنصرم الشهور والأعوام. والناس قسمان: قسم قضى نحبه مرتهن بعمله حسابه على ربه، وقسم ينتظر فإذا بلغ الكتاب أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعندما فرض الله عز وجل علينا الصيام، كان لحكم تشريعية حكيمة ومقاصد ربانية عالية. ومن أهم المقاصد والحكم التي من أجلها شرع الصيام هي أن يخرج المسلم من شهر الصيام وهو من المتقين، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية الكريمة يتضح بجلاء ووضوح أن من غايات الصيام الكبرى التقوى. وهذا يحتاج منا إلى استشعار هذا المقصد العظيم واستصحابه في حركاتنا وسكناتنا. فما أعظمه وأجله حينما تتوج صيامك بهذا المقصد العظيم. وثمة ارتباط كبير بين الصيام والتقوى، فهي أثر من آثار الصيام، وبهذا يتبين خلل صيام من ضعف تقواه فيه. فتركك للمأكل للمآكل والمشارب وسائر المفطرات ابتغاء وجه الله قطعاً سيكون له أثر إيجابي على جوارحك، فسيتبع ذلك الصيام صيام العين، أو فسيتبع ذلك الصيام صيام العين عن النظر إلى الحرام، وصيام الأذن عن سماع الحرام، وصيام اليد عن البطش في الحرام، وصيام القدم عن الخطوة إلى الحرام، وصيام اللسان عن الكلام في الحرام، ونحو هذا. وهذا ما يسميه أهل السلوك والتربية تقوى الجوارح الناتجة عن الصيام. فالصيام له مفهوم هو أعم مما يفهمه بعض الناس. ولهذا قال تعالى مبيناً مقصداً من مقاصد الصيام: لعلكم تتقون. فمن افتقدها فقد افتقد جزءاً كبيراً من مقاصد الصيام، وهو التقوى. وما أعظم أن يكون الإنسان تقياً، وما أكبره حين يستطيع أن يحصل مراد الله تعالى ووصيته للأولين والآخرين، وهي التقوى.
وقد عرف العلماء التقوى، فقال طلق بن حبيب رضي الله عنه: هي أن تعمل ما أمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فلاحظ في هذا التعريف الارتباط بين ثلاثة أمور في الطاعة، وهي العمل والعلم والرجاء، وأيضاً ثلاثة أمور في المعصية، وهي العلم والترك والخوف، فحاول استشعارها في كل فعل للطاعة وترك للمعصية. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، فقال للسائل: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، وجاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى، أي افعل في النواهي كما فعلت مع الشوك، فلا تقارفها. ونحن تعترضنا أشواك في طريقنا إلى الله تعالى، فلا بد من العدول، فلا بد من العدول عنها ومجاوزتها. وثمة ارتباط وثيق بين التقوى والمراقبة، فالمتقون دائما يراقبون تصرفاتهم، فما كان لله مضوا فيه، وما كان لغيره رجعوا عنه. ومما تكمن فيه المراقبة مراقبة الجوارح. قال تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأيضاً مراقبة البقاع. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة عمل عليها ما عمل من خير أو شر، فكل بقعة تقوى عليها قدمك حاول أن تقدم فيها عملاً أو قولاً صالحاً حتى تشهد لك تلك البقعة بالخير، واحذر فعل الشر عليها فهي ستشهد كذلك. وأيضاً مراقبة الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين. فالارتباط بين تقوى الله، بين التقوى والمراقبة وثيق. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: أن الصيام على مراتب ثلاث: الصوم العمومي، وهو بطن كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وصوم الخصوص، وهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وصوم خصوص الخصوص، وهو صوم القلب عن الصفات الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. فالغاية هنا كما تشرحها الآية القرآنية هي: لعلكم تتقون، أي أن الأثر المرجو من الصيام يتجاوز مساحة الامتناع عن الشهوات الجسدية إلى النوعين الثاني والثالث فيما ذكره الإمام الغزالي. ومن هنا تتحقق التقوى المنشودة، لأن المرأة إنما يفعل ذلك مختارا وفي الخفاء بينه وبين ربه، فلا يشوب الأمر ما قد يشوب غيره من الرياء. ومن صفات المتقين أنهم إذا وقعوا في المعصية فسريعا ما يفيئون ويرجعون مستغفرين تائبين. قال الله تعالى عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالاستغفار وعدم الإصرار من أبرز صفات المتقين. درجات التقوى خمس. قال ابن جزي رحمه الله: درجات التقوى خمس: الأول أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام. الثاني أن يتقي المعاصي والحرمات، وهو مقام التوبة. الثالث وهو أن يتقي الشبهات، وهو مقام الورع. والرابع أن يتقي المباحات، وهو مقام الزهد. والخامس أن يتقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي نبيه الكريم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا الذي فرض على عباده الصيام في رمضان وأظلهم فيه بليلة هي خير من ألف شهر على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضلنا بشهر رمضان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أعلمنا أن في رمضان تفتح أبواب الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، من مقاصد هذه العبادة الجليلة أن فيه تزكيةً للنفس وتهذيبًا لها وتنقيةً من الرذيلة. لهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الذي لم يستطع الزواج على الصوم، كما ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، فالجوع يكسر الشهوة ويكبح جماحها. ومن مقاصد وحكم هذه العبادة الجليلة أن العبد يحس بالجوع والتعب ليتذكر حال إخوانه الفقراء والمحتاجين الذين يقاسون ويعانون مرارة الجوع والحرمان. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: كونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين، فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا في عموم الأوقات، فتسارع إليه الرقة عليه. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. فإذا أحس بالجوع عرف ما يعاني الفقراء والمساكين، وعطف عليهم وواساهم وأحسن إليهم. ومن مقاصد الصيام تعويد النفس المسلمة على الصبر لله تعالى، فإن بلوغ الدرجات العليا يحتاج إلى تطويع النفس وتعويدها على الصبر، فإن سلعة الله غالية، والصوم من أعظم المدارس التربوية التي تربي الإنسان على فضيلة الصبر والمصابرة. فهو صبر على طاعة الله بالتحلي بكل قربة يقرب إلى الله، وإمساك اليوم كاملاً طلباً للأجر من الله. وهو صبر عن معصية الله، إذ يمتنع عن كل ما منعه الله أثناء صومه من المفطرات. وهو صبر على أقدار الله، فهو يصبر على ما يلقاه من تعب وعطش وجوع، فيوطن نفسه على الصبر طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أن نمجي الله سبحانه وتعالى، فمن بكرم بإحسانه وانتنه لرمضان أدرسن رمضان يتوسن أدرن يكرم الله سبحانه وتعالى مالتنه يزي السبريج مالتنه حكمة ويعني ما موت النال نزام دمه وتال، وكذلك مالتنه يمت أهل كانوا نزام دمه يالف الله هنا مالتنه قدوم وفوات. يا الله سبحانه وتعالى دمه حكمة بزيل السبريج لا يزعف بات من دنه قلته تشلبت مالتنا عبادة سيادرك الله يا ززو النجر مالتنا وسيف الزم يكلك كلون مالتنا وسيك لكن يعني قلته شو اللي منو ربته المالتنا هي سورج مالتنا وضعيف ونون يتبتر مالتنا مزي وانجلنا وان الله سبحانه وتعالى مالتنا مواسم وش مالتنا جزي وش اللي سورج مالتنا لذي لرحمة ست وش لذي لو مت محمد صلى الله عليه وسلم مالتنا جزي وش النزي وانجل وش مالتنا الله سبحانه وتعالى ما بسبت مالتنا وباكر جزي إن زينت مواسم وجن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده يا متال مالتنا كالنزي ما هكل مالتنا وشهر رمضان نو هيت اللي كبرنا مالتنا هو اللي مسون دمياكم مالتنا
هلم سو بتابكون ورك هلم مؤمن الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا القلت وكذلك من جنون دي مروا لذلك فسات أدنوت مالتنا ولا جنة دي أسقبوا عتق من النار دي أغني يا الله رحمة يا الله مغفرة دي أغني مالتنا هلم مؤمن مؤمن سكون درس بتابكوا ورنوا مالتنا بزيور لا يلموا سو ولا تاني تمالوا قسم قضى نحبه يلا فسؤال لو داخل هيدا ان مالتنا سرا وتدتوال بزاه سرا حساب الدرجة مالتنا ولتنيا ودمو الله سبحانه وتعالى يا قويونا لزير لرمضان لمدرس يوفقوا مالتنا ان الله سبحانه وتعالى هين تصوم مالتنا وقديتا سي هذا الفرض سي هذا مالتنا حكم الله يعني طلب الله مالتنا مقصده تشالو علامه الله مالتنا كنزاو ماكل مالتنا كبار يهونونا تلقوا كرمضان مالتنا سوليت مرجت ميقباونا الله سبحانه وتعالى برحمته إهن ورمارت الوزير سبل جامتا ولا من دنو رحمة بهم السوم دنو تقوى لمرجته من دموجه إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألا إن علم شو يقول كأنه مفعول لأجله مفعول لأجله يقول قام وقام مفعول لأجله قال العلام بن عاشور من دنو مالتنا إهن صوم راسو مالتنا ومي سرون تقوى مالتنا سيوم مالتنا وصوم لاي صومو تقوى كلا دنيا يا الله سبحانه وتعالى فراجة تقوى من دهوني مثلنا السن كلا دنيا مالتنا تلك علامة كصوم مستهل يعني جزءا كبيرا بتعم مالتنا تلك هنا مبارت على دنيا مالتنا بتعم تلك نقرنا يا ملتنا مالتنا أصلا صوم رسول الله كتير هذا الرجوع وانا من سوى علامة هي سلوهنا مالتنا الدموجي لزي مالتنا وإلى اللو بزي آيات مالتنا لعلكم تتقون سيل قلت أنه مالتنا تلك علامة من دهونا الله سبحانه وتعالى مالتنا مفرد تقوى ما سقيتنا مالتنا لذي مالتنا هو اللي ما هين النجار هين مقصد هين علامة مالتنا وستاتشن استشعار ما درج اللبن ما السمات اللبن بقول له حركات اتشن مالتنا رمضان است هين وعلامة وملو نجار وستاتشن لاي متفات اللبن مالتنا لذي من اللي علماء شو مالتنا تقوى رمضان است يا اللي تقوى يا ذكى مالتنا رمضان لا يقول نت اللبن بزي قلص هنو يتيال مالتنا ويتبين وخلل الصيام من ضعف التقوى صيام ولا يصوم ولا يخلل عند اللبن قلت عند اللبن مالتنا تقوى يا ذكى مسوا صوم ولا يشكر عند اللبت يا ملاك تعال مالتنا هي آيات لا يودموشي لذي مالتنا الصيام يعني سوي يوم مالتنا كما قبلنا كما دتنا عند زون كفرجون مالتنا كجماع من عام مالتنا وشي صوم إيه مالتنا واسكتل اللبت عينون كحرام متبك جرون كحرام متبك مناسون كحرام متبك إجون كحرام متبك عند زون دوما يقولون مالتنا ودا حرام كمهير كمتبك مالتنا النزين نجراتوش متبك على اللبت مالتنا لذي مالتنا النزين من يروتشوال أهل السلوك مالتنا وعلماء وش من يقولوا يتروتشوال الذين قرأتوا شو مسهم تقوى الجوارح يا أكلتوا شو مالتنا هون يتكسن شو أكلتوا تقوى شونا مسهم شو أهون يعلنون مالتنا الذين أكلتوا شو دالة بحرام ما تبقنا مالتنا وندموشي لذين الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون بلال مالتنا إهن تلك مالتنا وباتنا يا تام مالتنا إهن تقوى سايقن كوتا مالتنا نزام علماء وش من مالتنا تقوى سبالو تلقوا طلق ابن حبيب مني قالوا شوفوا هي أن تعمل ما أمر الله الله سبحانه وتعالى أززه النقر مفتسا مالتنا له تقوى على نور من الله كعلم دايان النقر السراء ومسرات نواله رجاء ثواب الله يا الله رحمة كجلا مالتنا الله أززه النقر مفتسا بقى يعني بكوكت قر يا الله رحمتنا يا الله ثواب كجله مالتنا العلم والعمل والرجاء علمنا عمل سراء سوصنا يا نمو يا الله رحمة ما كجله سوصنا هذا لك سبب السبب تقوى يبالا له عند زام نمر ونتنيا نمو تقوى راسه وهو بالمدرج نوله أن تترك ما نهى الله الله يكلك لو النجر متوه مالتنا على نور من الله كوكت قر مالتنا خوفا من عقاب الله كأي الله نقلات فرته مالتنا النهي والترك العلم والترك والخوف يا الله فرجا يعني يا الله قدات فرته الله يكلك لو النجر تك مكلكلك وقد قر مالتنا هي ولدت عند لا يسسب سب من يبلل تقوى يبلل مالتنا ودموجي عند زمان ابو هريره تيقوا من مالتنا وتقوى بنو مالت يا ابو هريره لوچو يتيقون سويه يتيقوت اشوك لا يهدا تاكل اشوك يالبت بو اشوك اما بهنا بوتا لا يهدا تاكل لو يالوت اه علاچو انديت نو متادرغو ذا ساعات لا يعني شو كان لبتن بوتا مالتنا يراكون غرين مالتنا شو كان لبتن بوتا يدركو تتنققي مالتنا اغوازلوا علاچو ايه مالتنا تقوى الله سبحانه وتعالى يكلكلون النجر لك اندزا اند شوكنو مالتنا يا اند متتنققوا الله يكلكلون النجر متتنقق تقوى يبالا لا لوت مالتنا لذي وندموچي
ሶምና ማለት ነው ተቅዋ በጣም እናለው እንደዛውም ደግሞ ከተቅዋ ጋር ሙራቀባ ይባል ነገር አለ يعني ሰውየው ማለት ነው ለዚህ ካረዱት ነው ላይ መቆጣጠር ማለት ነው ማየት በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንደዛውም ደግሞ የሚሄደውን ቦታም እንደዛው ማየት ማለት ነው እነዚህ በጣም علاقه ያላቸው ነው ለዚህ ማለት ነው فالمتقون ሁሌ ማለት ነው ተቅዋ ያላቸውና አላህ የሚፈሩ ሰዎች دائما ማለት ነው ሙራቀባ ያደርጋሉ አካሎቻቸውን እንዳለ ማለት ነው ይቆጣጠራሉ ያለበትን ሁኔታ ያያሉ ማለት ነው ቦታቸውን እንደዛው ያያሉ ማለት ነው ለዚህ ነው من سلال لباتشو مالتنو يوم تشهد عليهم ألسنتهم الله سبحانه وتعالى قيامة مالتنو الججرو هلو نقروا مالتنو يا الله سبحانه اندي مسكر بها درقال يسون لجن مالتنو لذي يانن مالتنو نزاون بوتاون من قواتر لبات يسون لج من بوتا لا يندال يفلقوا بوتا كهيرم خير نقر بزاوتا لا يسرتو يا بوتا اندي مسكر لت مالتنو ما درقال لبات واندموجه لذينو الله نبي صلى الله عليه وسلم يوم إذن تحدث أخبارها يا آسي ودل مالتنو أتدرون ما أخبارها يزيج مالتنو يا مريت زين من دون تقال لك شوية أبو صلى الله عليه وسلم من دون الله ورسوله أعلم على وجه صحابة يانسات من دون مالت نوالو أن تشهد على كل عبد عندهم بارلي يعني بعند بارلي ما مسكروان والو يعني عند بوتا لي تكمت يسرهم نجر خير ميهون شر مالت نو قيام مالت هي يسرها بوت بوتا متو ميلل بزي بوتا لي بزي ساعات لي نزي نزي عند سرتو نبر بلو يمسكر المالت نو ندموش لذي عند زوم يملاك توش المراقبة استشعار ما تغلبت ይሄ ተቅዋ ያላቸው ሰዎች ባህሪ ነው ማለት ነው ሰውነታቸው እንዳለ ሙራቀባ ያደርጋሉ ያሉበትን ቦታ እንደዛው ማለት ነው خير ነገር ለመስራት ሙራቀባ ያደርጋሉ እንደዛም ደግሞ መላእክት እንዳለባቸው ወይና عليكم لحافظين كراما كاتبين الذين ሙራቀባ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ከተቅዋና ሙራቀባ ማለት ነው በጣም علاقه ያላቸው ነገራቸው ማለት ነው ሁለቱ የተገናኙ ነገር ለዚህ ኢማም غزالي ምን ይላሉ ጾም በሶስት አይነት يعني ሰዎችን ማለት ነው በሶስት ቦታ ይከፈላሉ ሚጾም ሰው ማለት ነው ከነዚህ ሶስት ካታጎሪ አይወጣም ይላሉ አንደኛ ሶም العموم ነው ማለት ነው የተራሰውና አብዛኛው ሰው የሚጾመው ማለት ነው ምግብና እነዚህ ነገራቶች ነው የሚተወው በቃ ሌላ ነገሩ እንደፈለገ ነው ማለት ነው አፉ ልቅ ነው እንደዛም ጆሮም የፈለገውን ነገር ይሰማል አይኑም የፈለገውን ነገር ያያል እጁም የፈለገውን ነገር ይሰራል እግሩም ወደፈለገው ቦታ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ማለት ነው ምንድነው የተወው ምግብና ማለት ነው መጠጥና እንደዛም ጂማ ማለት ነው ማለት ነው كفو البطن والفرج عن الشهوات ايه مثل ادرجوا له ايه صومه العموم بالالو ሁለተኛው ደግሞ صوم الخصوص الله يمرطاتهمና خاص يهونو እነዚህ ማለት ነው صوم الخصوص ቢባላሉ እሱ ምንድነው አሉ አካላቶቹ ሁላ መጾሙ ነው አሉ ማለት ነው كحرام አካላቶቹ ሁላ كحرام መጾሙ ነው ማለት ነው السائر اليد السمع جروم ደዛው ማየቱ ማለት ነው ንግግሩ ምላሱ ሁሉ ነገሩ ከወንጀል በጾሙ ይሄ صوم الخصوص ነው አሉ ከዛም ደግሞ ከፍ ያለ ደረጃ صوم الخصوص صوم خصوص الخصوص ለዚ الله سبحانه وتعالى يمرطاتهم ናቸው كلباتشو لاي من النقر اندى يمتعملتنو غير الله رأسو مالتنو كذا كغير الله مزعو مالتنو ورو خلاص لذين النبي صلى الله عليه وسلم دعا سيادرقو عجيب دعا نبرم يادرقو اللهم اجعل وساوس قلبي ذكرك وخشيتك يا الله يلبين مالتنو يعني وتوتانا وساوس ميوتان مالتنو 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 يا انتن فراتشانا انتن ماستاوس عدرقو إلال لباتشو لاي رأسو من النقر اندى يمتع يا الله ذكر نجي مالتنو إهين ومن يبانو صوم خصوصي الخصوص الله يوفقنا يعني سلزي በትንሹ ሰውየው ተቅዋ አገኘ ይባለው ከጾሙ ተጠቀመ ይባለው ሁለተኛ ደረጃ በተቀሰው ላይ ካለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኛዎችን ማለት ነው ያለንበት ሐለት ምንድነው? በመጀመሪያው ደረጃ ላይ ነው። በዛ ደረጃ ማለት ነው ምግብና መጠጥና ምናምን ብቻ ማቋረጥ ይሄ ተቅዋ ሊያስገኝ አይችልም አሉ። ለዚህ ነው ይላሉ يعني ان الاثر المرجو بصوم يفلدوا تزنوا ምንድነው እሱ ይላሉ يتجاوزوا مساحه الامتناع عن الشهوات ሸሃዎችና ምናምን ፍላጎቶችን ብቻ መተው ከዚህ በላይ ከፍ ያለ አላማ ያለው ማለት ነው ወዴት ማለት ነው አሁን በተቀሰው ሶስቱ ደረጃዎች ሁለተኛውና ሶስተኛው ደረጃ መድረስን ነው የሚፈልገው ማለት ነው ከብጾም ራሱ ማለት ነው ያን ሰዓት ነው የሚያመጣው لعلكم تتقون قدام الله تقوانا مراقبه على قالوا لنا ማለት ነው ለዚህ لان المرء انما يفعل ذلك مختارا سويكم مغبون مناملو ميتوا ምንድን ነው በምርጫው ነው አይደለኝ الله سبحانه وتعالى وفي الخفاء ما عندنا يوم دمو بالسنه والله ما اكل يا لهو لذين الله سبحانه وتعالى ان الصوم ليال صوم يلينو انيني بمن ادابتال كلنم مالت نو سراوش بمن اداو من دام يشهد الله لو نجر كن صوم لمن خاص ادرغو قالو اندزالو لانه بينك وبين الله ثلاث سجد سوي هاي شلال اندزام قران ستقرا حج زير يتايل مالت نو نجر كن ايه مغم متو شهوچن متو صومن ميابلاچو نغراتوچن متو بالسنه والله ما اكل بيچالو بيت تلبقوا ما درك سلم مش المعرفة له إن الصوم ليالة وأنا أجزي به السنة من إيه مردو معرفة يعني شرفنا تلكتو لما سيطنو معرفة من دموجه لذي
ومن صفات المتقين ايه مالت سويهم سونتنا كالوچون انداله كوانجل متطبق قوم لاي سنل يعني مثلا ادال دوي توسن لي ادرك يشلال نغرغن يمتقين صفات الله سبحانه وتعالى من قال وانجل سيسرو بزاو اسهار يادرغون بزاو يقتلوبتم اندزاوم دمو ودياونو الله انا استاوسو استغفار ادرغلو على مالت ايهم كمتقين صفات الله مالت وندبوچ غبانا لا دي لذي الله مينا والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ايه كمتقين صفات الله سبحانه وتعالى انزاوا وانجل كسروا على الله سبحانه وتعالى استوسو ودا الله تولوا من ملسنا اصرار ما درغوا على مالتنا الذي اكلاتهم هلا ما تبك سيبال يعني سويوا ملائكه ولا مالت عرلم الله بمشلو يا اهل سنته اكلوا مالتنا كحرام عين جورن طبقوا يعني يغرغن وانجل كسرى ودا الله سبحانه وتعالى تولوا من ملس مالتنا الله سبحانه يوفقك እንደዛው ይላሉ درجات التقوى التقوى امس مرتبالو ይላሉ አንደኛ ሁሉም ሰው ላይ ግዴታ የሆነበት ነው ተቋም እንደነው እሱ ሽርክን መጠንቀቅ ማለት ነው ይሄ እንደነው መቃሙ ደረጃው ወደ እስልምና መግባት ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ደረጃ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው አንይተቂ المعاصي والحرمات يعني ወንጀል የሆኑት ነገራቶችና አላህ ማለት ነው ያደረገው ክልያንም መጠንቀቅ ማለት ነው ይሄ መቃሙ ተውባ ይባላል ተውባ ደረጃ መድረስ ማለት ነው والله يوفقك ይሄን ደረጃ ከደረሰ በቃ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ካለ ያንን ያገኛል ማለት ነው ያለውን تقواني جو كسو موطات يشال مالتنو ثلاثه درجه شبهاتوچ مالتنو حلالم گلتنو الرسول حرامم گلتنو ماكلاچو لي دمو ابزنيو سو ما ياقونا ميمساسل نغر علالو يانم متنقق دمو اي ثلاثه يتقوى درجه نو مالدسو من يبالال مقام الورع بال الله سبحانه يوفقك وان يتقي المباحات حرام اسلام مو دكبلو مباح يونو يتفكروا نغراتوچ نمو ميتو يا الله بالو تشال يعني لازم يالو ابزنيو علماء مالتنو انياكو يلالو حتى سحام مودر مالتنو حتى صحابتوچ ማለት ወንጀ ሙባህ ነገራቶች የተፈቀዱ ነገራቶች እንተዋለ خوف الوقوع في الحرام حرام مولكن لمفرات ማለት ነው ይሄ አራተኛው ደረጃ ነው ማለት ነው هو مقام الزهد ነው يزهد مقام ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አራት አምስተኛው ደረጃ ምንድነው አይተቂ حضور غير الله على قلبه ልቡ ላይ ማለት ነው ከአላህ ውጪ ማለት ነው አላህን ከመሰውስ ውጪ ሌላ ነገር እንዳይመጣበት መከልከል መከልከልና መጠንቀቅ ማለት ነው قدم النبي صلى الله عليه وسلم هاي عندنا له دعاء مالته اللهم اجعل وساوس قلبي ذكرك وخشيتك ايه مقام المشاهده يبره يعني اي من ذكرت مالته لو وكلم نغير لا يا الله قدرانه ومتايو مالته كلم نغير لا مدنا متايو يا الله سمعني ساي مالته لو يا الله قدرانه ومتايو سوري جم ساي فلينظر الانسان الى طعامه لل وفي انفسكم افلا تبصرون افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها بكلم نغير لا مالته لو يا الله قدرانه ومتايو مالته يا الله قدرانجي لا نغير اي تايو مالته مقام المشاهده يبره الله سبحانه وتعالى يوفقك ان شاء الله ايه نو مالته لو مقصد الصيام وانه مدنو بلانال سلازي تقوان اجيتا موطات نو مالت نو ليلا مالت نو كمقصد وشوست مدنو لتسكية النفس هاللبت مالت نو نفس الماترانات مالت نو اندم وجهي صوم لايب رزينا نبي صلى الله عليه وسلم عنده سو يشار سو قال لو يقبالو قال شار نمو من يدرق هلو صوم يصوم هذا رسول الله عليه وسلم شهوهون من سلم يدرقو مالت نو فإنه له وجاء يعني اندي كواتر يدرقوال مالت نو نفسيا تسكية مدرق هاللبت مالت نو اندزام كصوم على موجهو مهاكل ليلا مدنو هلو يا فقراءنا يا مساكينوچن حالت مالتنو ما وقنا ينسون ما استواسنوالو الله يوفقنا لذينو تلالك يا الله بارو استضيقوا لمن دنو صوم استي الله سبحانه وتعالى صوم انقديت هذا الرقب بنسيبالو مدنوالو ليذوق الغني يعني ميبلاو ما ميطاو يالو سو اندي كم سنوالو يعني ما يعاني الفقراء والمساكين فقراءنا مساكينوچ مالتنو هولي يعني رهابنا مياغيوت الرهاب السن مالتنو اندي كم لذانو يعني ساعات يسمعون الناسون ما درك يشلا يجمرال مواسات ማድረግ መስጠት ጀምራል ማለት ነው ለዚህ ካያቸው አብዛኛው ሰው ማለት ነው ጾም ላይ ምን ያደርጋል ሰደቃ ማድረጉ ነው ይመዘል ሰደቃ ማድረጉ የሚያበዛው ውስጡ ላይ ምን ካለበት ነው እስትሽዓ ካለበት ለዚህ ማለት ነው ሰውየው ቀኑ ሙሉ እንቅልፍ يعني ተኝቶ ከተነሳ ምኑን የነሱን ነገር ፊልም ማድረግ ይችላል ይሄ ሰውየው يعني ሱራ ሀባ አይሰማው ጾም አይሰማው ቀኑ ሙሉ የተኛ ነው يعني የሚያሰልፈው እንዴት ነው ማለት ነው ይሄንን ማለት ነው አላማ ከጾም ውስጥ ከጾም አላማዎች አንዱን ማግኘት የሚችለው يعني ማለት ነው ቀኑን ሙሉ من خلال درجه وندموچ الله لنيا رحمه ادو قلنا وندموچ كزي بيت بارد مجمريا واجب زيون صوم من نبرال اسك عشاء بيتشا نبر مبلات بيتشالو من نبر اسك عشاء بيتشا نبر مبلات بيتشالو لذي امه بارد ايه صوم الله تشريع سيادر عمتو مولا لا درجه عند ور بيتشا لذا الله من ايام معدودات تنش يهونو قناتوچ ناتشو الله سبحانه للتخفيف هذا وكذلك قالت الله سبحانه وتعالى مجمريا اول ما شرع جماع ما درجه ايتشالو نبرك عشاء بهالا ولا تنيا كعشاء كغبا سويه ومبلات هاي شنو نبره
እንደዛው ማለት ከኢሻ በፊት ራሱ ሳይበላ ከተኛ መብላት አይችልም ተነስተው እንደዛ ቢሆን ኖሮ ማን ይጾም ነበር እስቲ سبحان الله لذين النبي صلى الله عليه وسلم قال عند صحابي نبره صحابي يوسرتو سرتو سراو درشا لاي كذا وهالا متى بيت بيتي متى ما فطربتن يا ساعات ما راتو منالچو استي سرچي لمتا طبقي يالچو ازاو دكموت نبرنا بسرا لاي تنيا مغبوني ناس متا تنيتوال كذا وهالا كسكسچي وي حق خلاص عملت عليچو زاي املاتاچن بزاو ما راتو صوم متيا كنكتله كذا وهالا معناتنو 6 ساعات ولا روح اكابي سيون سراو لاي ياله صحاي متاو نالچالم ودقه يانس هذا النبي صلى الله عليه وسلم متطيقواچ يانس الله سبحانه وتعالى آيات اورده معناتنا يانس وكذلك ما تلجمع مع رجال النبي توصلوا صحابيوچ سروا يان النجر معناتنا يانس هذا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم عمر متو نجرواچ يانس هذا الله سبحانه وتعالى جماعهم معناتنا ما تعالي كميس دوغا متنياتنون فكر معناتنا الله سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم نزاو مسك فجر كما ادرسنمو مبلات تفكر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل سلازي معناتنو هي الله سبحانه وتعالى صومنا وقديت ادرغو يا الله سبحانه وتعالى رحمه نزاو ياسكابتنو كرحمه قال الله سبحانه وتعالى قديت هذا المالو كتخفيف قال معناتنو ودموجي እንደዛው ማለት ነው ሌላ ዋናው መቅሰዱ ማለት ነው የጾም እንት ነው ሰብርን ማስተማር ማለት ነው ሰብር ደሞ ማለት ነው ያለው ጀዛ እንት ነው فإن الصوم لي قال الله من دعوا لتنكر من يني مسطوال لا እንት ነው ጾም ሰብር ስለሆነ ነው والصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ነው ጾም ሰብር ስለሆነ ማለት ነው من دعوا ينهو እኔ ነኝ መንደው الله سبحانه وتعالى من يحل لهنا من دعوا አልተናገረ ጾም ሰብር ስለሆነ ማለት ነው እንደሞቼ ለዚህ ካሁን ማለት ነው ራሳችንን አዘጋጅተን ፕሮግራም አድርገን ቁርአናችን ዚክር ማድረግበትን ሁሉ ነገር ማለት ነው ኸይር አመል እናደርግበትን እስከዛሬ ይበቃል ወንድሞቼ ማለት ነው ካሁን በኋላ ይሄን ጾም ማለት ነው ለየት ያለና አላህ Subhanahu Ta'ala አላማ ያደረገውን ነገር ያን አግይተን ምን ወጣበት አላህ Subhanahu Ta'ala ያደርገን ማለት ነው ካሁን መቁረጥ አለብን አላህ Subhanahu Ta'ala ይወፍቀን ኢንሻአላህ عباد الله صلوا على خير العباد فإن الصلاة عليه ذخر وزاد ونجاة يوم التناد وقد أمرنا بذلك رب العباد في محكم الآيات قال الحق جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك وربك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد أجمعين خصوصا منهم ذي الأصل عريق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله وعن الزاهد الأواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله وعن جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله وعن ليث الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعن أهل بيته الأطهار وذرياته الأخيار عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا في عقبنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كريم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.